أجواء الفرح الحقيقة في الأردن الشقيق. النهاردة يمكن تابعنا حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ملك الأردن ولي العهد طبعا الأمير حسين، وبدأت مراسم عقد القران بوصول الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا إلى قصر زهران وسط الحقيقة يعني احتفالية جميلة وكبيرة ومكانة جميلة. الناس الحقيقة زي ما أنتم شايفين في الصور كان في كمان مشاهد حلوة جدا. عقد القران كان موجود في قصر الزهران، وطبعا العروس الأنسة رجوة خالد كانت موجودة، وطبعا بعد كده كان في احتفالات في الشوارع، وكانت الناس زي ما انتم شايفين الأنسة رجوة وولي العهد الأمير حسين والاحتفال اللي موجود. الصورة الحالية دي موجودة من قصر الزهران، ده بعد ده في الاستعداد وهي داخلة لعقد القران ومعاها الأمير هاشم والأميرة سلمى في الخلفية والأميرة إيمان. وبصوا البساطة، يعني أنا عجبني البساطة، ما فيش أي حاجة، الدنيا بسيطة جدا. العروس طالعة وراها يعني أهل العريس هم بيساعدوها في الفستان، والدنيا بسيطة ولطيفة جدا واستقبال جميل. وطبعا كان في حشد من قادة وزعماء العالم كانوا بيشاركوا الملك عبد الله وأيضا وبيشاركوا الملكة رانيا هذا الاحتفال الكبير. والأنسة رجوة خدت لقب أميرة، هي الآن يعني زوجة ولي العهد الأمير حسين. خليني أعرف مزيد من التفاصيل دكتور حسن الممني، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير لك والمشاهدين. الاسم مظبوط، حسن الممني مظبوط يا دكتور؟ مظبوط. نعم مظبوط. تمام. يعني النهاردة كان في أجواء فرح، والحقيقة الفرح بقاله أيام بل أسابيع موجودة في الأردن الشقيق، والأجواء كانت لطيفة وكلها يعني عادات وتقاليد جميلة. كلمنا عن هذا اليوم النهاردة وعقد القران. يعني مما لا شك فيه الأردن منذ أيام يعيش عرس وطني لسمو ولي العهد الحسين بن عبد الله بهذا الجانب. ومعظم التقاليد المراسم بهذا الجانب هي تقاليد أردنية عربية هاشمية حقيقة، منذ مسألة عقد القران إلى مسألة الاحتفال إلى مسألة البارحة كان هنالك أيضا نحن بالأردن نسميها التعليلة، وأيضا دعوة الناس إلى مضارب بني هاشم بهذا الجانب. لذلك البارحة كانت حقيقة احتفالية، حيث تم دعوة آلاف من أبناء الشعب الأردني وممثليهم إلى عشاء أقامه جلالة الملك عبد الله الثاني بهذا الجانب في مضارب بني هاشم. ثم اليوم بدأت مراسم حقيقة الزواج ابتداء من قصر زهران. وبالمناسبة قصر زهران يعني هناك ارتباط تاريخي، بمعنى أن جلالة الملك حسين المغفور له جلالة الملك حسين عقد قرانه في قصر زهران، ثم جلالة الملك عبد الله الثاني تم عقد قرانه في قصر زهران، واليوم كان عقد قران وزواج ولي العهد الحسين ابن عبد الله الثاني. وبالتالي هذا يعني احنا هنا بنتكلم انه يعني هذا القصر يعني حصل فيه الزيجات كلها من الجد الى الحفيد. نعم نعم. تمام. نعم، له رمزيه احتفاليه وله رمزيه سياسيه وله رمزيه تواصليه، بمعنى ان الاستقرار بمعنى الامتداد الهاشمي في الاردن بكل هذه الجوانب. ثم الانطلاق حقيقه من قصر زهران عبر يعني شوارع عمان باتجاه مناطق الى قصر الحسينيه، وهي ايضا هذا القصر احدى القصور اللي نحكي يعيش بها جلاله الملك عبد الله وجلاله الملك رانيا والامير الحسين. وبنفس الوقت يعني هنالك الاف مؤلف حقيقه من الاردنيين اصطفوا عبر الطرقات، وبالتالي كان هذا النوع من التفاعل ما بين الأمير وما بين حقيقة الجماهير، حيث أن الأمير منذ سنوات يعني منذ أن ولي وليا للعهد بتقدير الشخص استطاع أن يبني شعبية علاقة خاصة. نعم علاقة خاصة، وطبيعي أسس كاريزما محبوبة جدا في هذا الجانب في هذا الاتجاه. فبتقدير الشخصي يعني زي ما تفضلتي أنت
يعني المناظر تتحدث عن نفسها حقيقة. طبعا يعني الصورة يعني كلها الحقيقة عادات وتقاليد جميلة ورقي واحتشام وأشياء جميلة. أنا عايزة فرصة وجود حضرتك أسألك عن بعض الأشياء برضو نعرفها. أولا الزي، ارتداء الزي العسكري هنا يعني للأمير، هو هي أيضا يعني ظهوره بالزي العسكري لأنه جندي، تمام؟ مما لا شك فيه. أضف إلى ذلك الكل يعلم بأن القوات المسلحة الأردنية أيضا لها خصوصية في وجدان الشعب الأردني، تمام. وأن أيضا ملوك الأردن لهم أيضا ارتباط وثيق في القوات المسلحة، وهم في الأساس جنود. يعني إذا بدي أتحدث صحيح. عن جلالة الملك حسين بهذا المعنى، ثم جلالة الملك عبد الله، ثم الآن الأمير حسين، كلهم حقيقة تخرجوا من مدارس عسكرية راقية، وكلهم أيضا خدموا في وحدات عسكرية حقيقة. صحيح، حتى الأمير نفسه خدم في إحدى الكتائب وكانوا بيشهدوا لي يعني بكل الهمة والنشاط والحسن في وقت لما كان بيدرس فيها، مما لا شك فيه. امبارح حقيقة الكتيبة والسرية اللي هو فيها احتفلت بسمو الامير، فبالتالي هذا التقليد العسكري. وايضا زي ما حكيت يعني بعود بكر، الجيش القوات المسلحه والاجهزه الامنيه لها رابط خاص حقيقه في الشعب الاردني وبنفس الوقت في العائله الهاشميه بهذا اكيد جانب. لذلك يعني انا تابعت النهارده دكتور حسن يعني احد التقارير لطيفه جدا عن سيده هي اشتغلت اسمه الشماخ او العجال بتاع الشماخ. نعم الشماخ. والسيده الحقيقه اشتغلته بايديها، وبعدين ولي العهد طلب ان هو يروح يزورها وراح زارها وبس على راسها، وحصل هناك احتفال كده لطيف. يعني السيده حتى كبيره في السن ويبدو ان هي يعني عملته بايديها. دي برضو من العادات والتقاليد البديعه يعني. نعم، مما لا شك فيه أشماغ الأردني حقيقة، وجداتنا وأمهاتنا حقيقة امتحن ما يسمى في تهديب الشماغ، تمام. بهذا المعنى يعني الشماغ يجب أن يكون له طقوس ويهدب، وطبيعي يتم لبسه في المناسبات وفي كل هذه الجوانب بكل هذه الاتجاهات. والأمير حقيقة من الناس الذي يفضل لبس هذا الشماغ، وبالتالي زي ما تفضلتي هذه السيدة الأردنية كباقي الأردنيات. يعني أنا بحكي لك يا باكد لك أن أمهاتنا وجداتنا كنا يمتحننا هذه المهنة، وبالتالي يقمنا بتهديب الشمغ لأزواجهن لإخوانهن لأقربائهن بهذا المعنى. وبنفس الوقت إذا أنت لاحظت في المقابلة اللي تحدثت فيها هذه السيدة، قالت أنا هدبت هذا الشماغ لابني. صحيح. وهذا عرس ابني بهذا الامر. فلذلك بالنسبه للاردنيين ينظروا، وحتى الالتقاء ما بينها وما بين الامير علي كان في كده يعني امومه ومحبه، ويعني وانه هو بالظبط يعني مع الامير الحسين كانت جميله يعني. طيب الحاجه الثانيه، نحن نشاهد الان على الصوره المشاهد، وهي طبعا يعني الموكب اللي موجود والناس موجوده في الشوارع بتحتفل. حرست يعني الاسره الهاشميه والعائله الملكه الاردنيه كمان بدايه من الاحتفال الملكه رانيا في عشاء الحناء اللي كان موجود، ووجود العادات والتقاليد، الغنى، المراسم، الاحتفال في كل مكان. كان في احتفالات كثيره جدا للشعب يعني، وكأن برضو الشعب كان موجود طول الوقت في هذه الاحتفالات. مما لا شك فيه يعني الامير الحسين بن عبد الله ينظر لها الاردنيين يعني اما ابنا لهم او اخ لهم بهذا الجانب. وبالتالي كل المحافظات شاركت وتم اقامه الافراح والمناسبات والاعراس حقيقه، ومعظم او كل المحافظات عملوا نوع من الاعراس التشبيهيه، وكانهم كل محافظه وكل منطقه في الاردن تقوم بعرس للامير بهذا الجانب. وايضا لا ننسى ان البارحه كانت في مشاركات كبيرة من المحافظات، ووفدت إلى عمان، وأيضا جلالة الملك عبد الله يعني أقام مأدبة عشاء في مضارب بني هاشم بهذا الجانب. أضف إلى ذلك المواطنين اللي اصطفوا في الشوارع وطبيعي لاستقبال موكب الأمير، هذول أيضا جاءوا من المحافظات الأخرى بهذا الجانب لتعكس حقيقة
صورة تلاحم أردني هاشمي في سياق عرس وطني، وفي سياق أيضا زي ما تفضلت يعني خلينا نحكي عادات أردنية عربية متوارثة أكيد. في مسألة عقد القران وكل هذه الجوانب. وبتقدير الشخصي كان هنالك حرص على زي ما تفضلت البساطة، وعلى هنالك حرص أن يكون هنالك أن يكون هو عرس شعبي حقيقة بهذا الرقي من خلال العادات والتقاليد. أنا شايفة كمان أنه في مشاهد وكأن العلم الأردني يتحرك من خلف الموكب، يعني كانت الحقيقة كلها مشاهد أجمل من بعض. الحاجة الثانية كمان هو يعني وجود الالتزام بالعادات والتقاليد حتى في الملبس، يعني أعتقد أنه الأزياء كمان كثيرة صنعت بأزياء أردنية، ويعني يعني الملمس الأردني وعاداته وتقاليده كانت موجودة في كل أيام وليالي العرس. مما لا شك فيه، سواء كان للرجال او للنساء، هنالك اللبس الاردني، اللبس العربي. الاردن متنوع حقيقه ثقافيا بهذا الجانب، وبالتالي اللباس الاردني يعكس هذا التنوع في المحافظات في الاصول والمنابت. وبنفس الوقت اللباس بالنسبه للرجال اللباس العربي التقليدي، وبالذات هنا التركيز على الشماغ والعقال. وفي بالمناسبه حتى في لبسه الشماغ هنالك ما يسمى في العقلة الهاشمية، بمعنى طريقة معينة للبس الشماغ، وبالتالي يتميز بها الهاشميين، يتميز بها الأردنيين بهذا الجانب. وأيضا هنالك إذا نتحدث عن اللباس النسائي، هنالك في جميع المحافظات طبعا التطريز والحاجات الجميلة. نعم. أنا رحت طبعا إربد وحاجات في أماكن بديعة بتعمل الأزياء، والحقيقة موجودة في كل الأماكن الأردنية، ولكن في أشياء جميلة موجودة يعني. نعم، مما لا شك فيه. طيب السؤال الأخير دكتور حسن، كده خلاص لقبت الأنسة رجوة بالأميرة، هل هي كده بعد هذا الزواج تحصل على لقب أميرة؟ نعم، مما لا شك فيه. هلا منح الألقاب مما لا شك فيه حسب الدستور وحسب كل هذا، واللي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني بهذا الأمر. فهي الآن أصبحت رسميا زوجة الأمير وولي العهد، فهي تصبح أميرة بهذا الجانب، ولها طبيعي خلينا نحكي مراسم، ولها ايضا يعني خلينا نحكي حقوق وواجبات، ولها مهام وكل هذه الجوانب. وبتقدير الشخص يعني مثل ما هو سموه الامير الحسين بن عبد الله منخرط في الحياه العامه، هي بتقدير الشخص سوف تكون منخرطه في الحياه العامه الى جانب سمو الامير الحسين بن عبد الله بهذا الجانب. اكيد. خلينا نبارك لولي العهد الامير حسين، ونبارك للاميره رجوة، وان شاء الله يكون باذن الله زيجه كلها سعاده وكل شيء جميل باذن الله كما جاء في العرس الجميل وهذا الزفاف. ونبارك أيضا للأردن ولملك الأردن، وأيضا ملكة الأردن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، ولكل الشعب الأردني. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن الممني، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية. زفاف جميل وسعيد، وكان حاجة جميلة.